فيديو جديد. في هذا الفيديو راح نشوفوا مع بعض طريقة كيفاش تدفع فاتورة الانترنت من المنزل فقط بدون تنقل الى مراكز الدفع، فقط باستخدام الهاتف واستعمال البطاقة الذهبية. يلا ما نطولش عليكم وروحوا مع بعض نشوفوا الطريقة في الفيديو. عدنا لكم من جديد متابعينا الكرام. اذا كما تشوفوا معايا هذا هو الموقع الخاص بدفع الالكتروني لاتصالات الجزائر، راح نخلي لكم الرابط تاعو في صندوق الوصف، وهذه هي واجهة الموقع. اذا لما نحبوا ندفعوا الفاتوره تاعنا تاع الانترنت نضغط على ثلاث خطوط اللي من فوق على اليمين، يخرج لنا عده خيارات، نختار منهم هنا الدفع الالكتروني. لما تضغط عليها تتفتح لك الصفحه الخاصه بتعبئة حساب الانترنت، فيها جوز خانات، الخانه الاولى تكتب فيها رقم الهاتف تاعك، والخانه الثانيه تنقل فيها الكود اللي موجود في هذا المربع، ثم تضغط على تاكيد. بعد ما تأكد تتفتح لك صفحة أخرى فيها المعلومات الخاصة بك، هنا عرض الانترنت اللي راك تخلص فيه، بعدها رقم الهاتف وثلاث خانات. الخانة الأولى فيها المبلغ المراد تعبئته، يعني المبلغ اللي راح تخلص به دركا. الخانة الثانية تأكد المبلغ. الخانة الثالثة تنقل فيها الرمز الموجود هنا في هذا المربع، ثم عندك بعد ما تعمر هادو تضغط على وافق على الشروط وتختار نوع البطاقة، إذا راح تدفع بالبطاقة البنكية سيب أو البطاقة الذهبية الخاصة ببريد الجزائر. أنا نعمر معلوماتي ونكملوا مع بعض. أنا الانترنت عندي خالصة، راح ندير الفيديو هذا غير باش نعلمكم. إذا راح ندفع 500 دينار جزائري اللي هي 50000 سنتيم. هنا إذا ما بان لكمش الرمز مليح تقدر تضغط على هادو الأسهم باش يتبدل الرمز، ولا مرة كليكي على الأسهم حتى يجيك رمز اللي تقدر تقراه وتقدر تنقله. صحيح، تضغط على وافق على الشروط، ثم البطاقة الذهبية تجيك صفحة الدفع، هذه يعني فيها رقم الطلبية، الطلب تاعك هنا تلقى رقم الطلب وهنا المبلغ، ثم تعمر الرقم البطاقة الذهبية تاعك، رقم البطاقة، تاريخ نهاية الصلاحية، وتعمر الاسم واللقب والكود سي في في. الكود سي في في هو الكود المكون من ثلاث ارقام يجي خلف البطاقة، يجي في البطاقة من الخلف، هذاك هو. هذه المعلومات كامل تلقاهم في البطاقة الذهبية الخاصة بكم ولا البطاقة البنكية سيب. انا نعمر معلوماتي ونرجع لكم ان شاء الله. إذن بعد ما تكمل تعبئة معلوماتك كاملين تضغط على فاليدي. لما تضغط عليها تتفتح لك صفحة الخاصة بالدفع، فيها المبلغ اللي راح تدفعه، فيها رقم الهاتف تاعك المرتبط بالبطاقة الذهبية ورقم البطاقة، تضغط عليه باش يبعثوا لك كود عبر رسالة SMS. كي تضغط تفتح لك صفحة هذه تانية فيها وين تكتب الكود. إذن شوف الرسائل تاعك في الهاتف تلقى الكود بعثه لك رسالة نصية، تنقل الكود هذا على غير العادة، ما يجيش كيما الكود تاع بريدي موب ولا تاع التحويلات اللي ديرها بريدي موب. تاع بريدي موب يجي كود من 6 أرقام، هذا تاع الدفع الإلكتروني يجي كود فيه 5 أرقام فقط. دخل الكود تضغط على فاليدي، خلاص تتفتح لك صفحة تقول لك تمت العملية بنجاح، ويجيك معلومات الدفع تاعك، يعني هذه الفاتورة كاملة. في حالة أنك تحب تطبع الفاتورة أو أنك تحب ترسلها للبريد الإلكتروني ولا تهبط لتحت، تلقى عندك زوج خيارات، كاين خيار الطباعة، خيار إرسال للبريد الإلكتروني. أنا راح نرسل للبريد الإلكتروني، تضغط على إرسال للبريد الإلكتروني، تتفتح لك صفحة فيها وين ندخل البريد الإلكتروني الخاص بك. إذا أنا ندخل البريد الإلكتروني تاعي، دخلوا أنتم البريد الإلكتروني الخاص بكم، ثم تضغط على إرسال، تم إرسال إيصال الدفع الخاص بك بنجاح. هكذا تم تعبئة حساب الإنترنت. نتمنى نكون أفدتكم إن شاء الله إخوتي الكرام بهذا الفيديو.